بداية خليني أسألك، هل أنت مقتنع أنه كل الأشياء اللي بتشوفها حولك صحيحة وأنه في أشياء من المعرفة الأولية لا تقبل النقاش؟ رح تجاوبني نعم. رح أقول لك أنه طول بالك، لأنه الأمثلة الجاي رح تخليك تشك بكل شيء من حولك، حتى تشكك بوجودك أنت نفسك، وتطرح سؤال جديد ما سبق وفكرت فيه، كيف بيكتسب الإنسان معرفة؟ أو بمعنى أبسط، كيف بيتعلم الإنسان؟ إذا ما سألت نفسك هل حقا بتحسن تعلم أساسا؟ بأواخر القرن الخامس الهجري كان الإمام أبو حامد الغزالي بمحط الشك المعروفة لدى قرائه. بعصره كانت منتشرة المذاهب الباطنية والكلامية والفلسفية والصوفية، ولمعرفة الحقيقة المطلقة وفهم كل مدرسة قام بعملية تشكيكية لكل شيء سبق وتعلمه، لأنه قرر أنه أي حقيقة لا يمكن إثباتها بشكل قطعي هي ببساطة ليست بحقيقة، وتبين معه أنه معظم الأشياء اللي بيأمن فيها غير موافقة للشرط اللي وضعه، فأنكره وهدمه واستمر به العملية لحين وصل للمعرفة الحسية المرئية وبدأ يسأل من جديد، ولكنه وجد أيضا غير قابل للتسليم فأنكر أيضا. مثلا بيقول لك الغزالي انه حاسة البصر هي شيء بيسلم فيه الانسان وبالمعرفة اللي بتيجي من خلاله، بس حقيقة انه هي الحاسة بتخدعنا بكتير من الاحيان. فمثلا بيقول لك انه نحن بنشوف الكوكب البعيد اصغر من الدينار، ولكنه بحقيقته قد يكون اكبر من الارض، ومنطلع على الظلم نلاقيه ثابت ولكنه بحقيقته عم يتحرك وما في اي شيء ثابت ابدا، وأدى هذا الشيء لإنكار الحسيات أيضا. فانتقل خطوة للأمام وبدأ بمساءلة المبادئ العقلية الضرورية أو الأشياء اللي منشوفها حقائق مسلم فيها، مثل أنه العشرة أكبر من ثلاثة والنفي والإثبات ما بيجتمعوا بلحظة واحدة، وبدأ يشك مو فيها وإنما بصدق معرفته فيها أنه قد تكون عبارة عن وهم. وضرب مثال بالنوم، قال لك أنه بالنوم أنت بتشوف أشياء وبتحسها وأنت كلك إيمان أنها موجودة حقيقة، ولكن لما بتستيقظ بتلاقي كل شيء كنت عايشه هو عبارة عن أوهام. فشلون تحسن تتأكد أنك عايش الآن بحق مو عبارة عن وهم بالنسبة للحياة الثانية اللي بتيجي بعد الموت؟ بيستدل لذلك بعض الآيات والأحاديث، ويقول بعدها: فأعضل هذا الداء ودام قريبا من شهرين، أنا فيها على مذهب السفسطة بحكم الحال لا بحكم النطق والمقال، حتى شفى الله من ذلك المرض والاعتلال، وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال، ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوقا بها على أمن الواقين، ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام، بل بنور قذفه الله تعالى في الصدر. وبكلام الغزالي كتير من الأشياء، ولكن رح نتوقف عند أمرين. أول شيء المعرفة، وصلها الغزالي لا بالبحث والتفكير ولا بالحس، وإنما بحالة روحانية غيبية، بسموها الفلاسفة الحدس، وبتعني إنه المعرفة بتنقدح بالنفس وبتنكشف البصيرة بدون أدلة وبراهين، ورح نرجع لهذا الموضوع. أما الشيء الثاني فهو حديث الغزالي عن مذهب السفسطة. لاحظت بالبداية قال أنا فيها على مذهب السفسطة. السفسطائيين هن جماعة فلسفية ظهرت بالقرن الخامس قبل الميلاد باليونان، لما كانت الحضارة الإغريقية بأوجها. ظهرت المدرسة كوظيفة خطابية وكلامية لاستغلال حالة النقاش العلمي، ولكن المهم بحلقتنا بالنسبة للسفسطائيين أنه استغلوا هي الموهبة بالجدل للتشكيك بالموجودات ونفي وجودها بأقوى مما فعل الغزالي. وإلى جانب الغزالي والسفسطائيين، في فيلسوف ظهر بالعصر الحديث وارتبط مجرد ذكر اسمه بالشك والبحث عن حقيقة الوجود. تبنى ديكارت الشكل المنهجي على طريقة شبيهة بطريقة الغزالي، حتى يقال أنه كان مطلع على كتابه المنقذ من الضلال. المهم انه ديكارت لما درس الفلسفه ووصل للسؤال المعرفي اراد البحث عن مبدا عقلي ينشئ عليه فلسفته الخاصه، لانه كان الشك موضه فكريه بزمانه، بدا برحله شك بكل ما حوله ورفض الحواس ايضا وبعد الاحكام العقليه مثل الغزالي بالضبط، حتى انه ضرب مثال بالمنام. ولكنه تخطى الغزالي لما فرض هذا الشك على كل باحث، بينما اعتبره الغزالي حاله مرضيه، ولما وصلت لدرجه انه يشك بنفسه هو نفسه انه مو موجود، هو عباره عن وهم. ولكن قدرته على التشكيك في وجود كل شيء من حوله اصطدمت بشيء واحد ما استطاع التشكيك فيه، هو انه عم بيمارس عمليه التفكير، وقال لنفسه كل شيء ممكن أتشكك فيه إلا أني عم بفكر بهي اللحظة، وبالتالي أنا أفكر، إذن أنا موجود. وهيك جعل هذا القانون اللي سماه الكوجيتو منطلق لبناء فلسفته وإعادة إثبات وجود الأشياء من حوله. بعد هالجولة التاريخية العشوائية قد تكون الأمور عندك اختلطت بعض الشيء، خليني ألخص لك إياها. انقسم الفلاسفة بين متبنى الشك المنهجي مثل الغزالي وديكارت، وبين متبنى الشك المطلق مثل السفسطائيين، ولكن بالوقت نفسه عاد كل فيلسوف من هالفلاسفة ووجد طريقة للمعرفة. الغزالي وجده عن طريق الحدس أو الإيمانيات والغيبيات، وديكارت وجده بالعقل، والسفسطائيين وجدوه من خلال الحس بالرغم من إنكارهم لهالشيء. وبناء على تاريخ البحث عن المعرفة صنف مؤرخي الفلسفة الإبستمولوجيا أو نظرية المعرفة إلى قسمين: البحث عن إمكانية المعرفة، هل هي ممكنة أم مستحيلة، أو السؤال عن مصادر هي المعرفة، الحدس أو العقل أو الحس أو شيء آخر. وهم تبدأ قصة ابن تيمية. ولد تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم المشهور بابن تيمية بمدينة حران شمال بلاد الرافدين عام 661 هجري 1263 ميلادي، لأسرة من علماء الشريعة. أخذ الفقه الحنبلي عن والده وعن جده الفقيه عبد السلام بن تيمية. بعمر الخمس سنين هاجر هو وعائلته لدمشق بسبب هجوم المغول على مدينته. بدأ والده بتدريس الفقه بالمسجد الأموي، في حين انطلق الفتى أحمد لتلقي العلوم الدينية والعقلية عند أشهر علماء المدينة. خلال مدة وجيزة كون ابن تيمية معرفة لا يستقل بها أبدا بالعلوم الشرعية واللغة، وصلت للموسوعية، أبهرت جميع أبناء عصره
وتوسع بدراسة الحديث والعقيدة لحد ما برز فيهم. وخلال حياته ما خليت مؤلفاته من أي جانب من جوانب المعرفة، سواء العقيدة أو الحديث أو التفسير أو التاريخ أو المنطق والفلسفة، اللي كان لهم حكاية خاصة. بشكل شبيه بزمن الغزالي عاصر زمن ابن تيمية انتشار التصوف وعلم الكلام والمدارس الفلسفية وأفكاره بالمجتمع المسلم، ولكن زاد عليه بانتشار التعصب المذهبي بين أتباع المذاهب الأربعة والتعصب العقدي بين الأشاعرة والحنابلة. وبسبب نشأته الحنبلية وتوسعه بعلوم الحديث، كان ابن تيمية عنده منهج إصلاحي خاص لتغيير كل الوضع القائم وإعادته لحالته الطبيعية اللي بنيت عليه العلوم الشرعية. وكان أبرز وجوه مشروعه الإصلاحي هو الدعوة إلى الاجتهاد بفهم النصوص بعيدا عن التقليد الأعمى للمذاهب، وتخليص المصادر الإسلامية يعني القرآن والحديث من دخول المنطق اليوناني اللي أجى على إيد الفقهاء، بالأخص ابن حزم والغزالي، واستمر المنطق بعدها بالتوغل لدرجة جعل فيها بعض الفقهاء دراسته وفهمه مقدمة على دراسة مصادر الشريعة. وأخيرا بحث بمصادر المعرفة اللي بتتوافق مع الدين الإسلامي أو الشريعة. وأهم عمل قام فيه ضمن السياق إحياء الاجتهاد الفقهي هو تأليف مجموعة الفتاوى من 35 مجلد تقريبا ناقش فيه المسائل الفقهية من خلال المصادر مباشرة، إلى جانب نقد المنطق. ألف كتابين متخصصين بيعتبروا من المراجع الأساسية التاريخية بنقد المنطق السوري أو الأرسطي، وهن نقد المنطق بالضاد مو بالدال والرد على المنطقيين. ولكن العمل الأكبر واللي بيمس موضوعنا بشكل مباشر أكثر كان تخليص الفكر الإسلامي من التشويش اللي حصل له حول مصادر المعرفة، الشيء اللي ظهر بموسوعته درء تعارض العقل والنقل. قبل مناقشة لمصادر المعرفة ناقش ابن تيمية، أو مناقش خلينا نقول قطع الشوط على القائلين بعدم إمكانية المعرفة مثل السفسطائيين، وقال عنهم: من أنكر العلوم الحسية والضرورية لم يناظر، بل إذا كان جاحدا معاندا عوقب حتى يعترف بالحق، لأنه في حقائق عقلية ضرورية لا تقبل تشكيك مهما حاولت أنك تتسفسط أو تتغزل، ولو حتى درست ميكانيكا الكم رح تضل حقائق حقائق على أرض الواقع. الشيء ما ممكن يكون موجود وغير موجود بنفس الوقت، الواقع الكبيرة بتوسع الواقع الصغيرة والعكس مستحيل. وهيك بعد ما اعتبر ابن تيمية السفسطائيين مجرد ناس بتحكي على الفاضي بدون ما تعرف ايش بدها، انتقل الحديث بجدية عن مصادر المعرفة. بيستفتح ابن تيمية المناقشة بكتابه درء تعارض العقل والنقل لما بيقول: طرق المعارف متنوعة، فمن حصرها في طريق معين بغير دليل يوجب نفيا عاما لما سوى تلك الطريق لم يقبل منه، فإن النافي عليه الدليل كما أن المثبت عليه الدليل. إذا بينفهم من كلام ابن تيمية أنه في ناس ادعت طريق واحد للمعرفة، فمين هدول الأشخاص؟ تقريبا كل الفلاسفة بالعصور القديمة والوسطى كانوا يعتمدوا مصدر واحد من مصادر المعرفة، وانقسموا بين ثلاث اتجاهات. وأول شيء خلينا نتخيل أنه عنا برتقانة وبدنا نحلل معرفتنا لها من خلال كل مدرسة على حدة، شلون راح يشوفوا الأمر؟ خلينا أولا نبدأ بالمذهب العقلي. بيشوف هذا المذهب أنه العقل هو المصدر الأساسي للمعرفة، وبيكون هذا الشيء من خلال المعارف الفطرية غير المكتسبة، يعني اللي بتنوجد مع الإنسان من ولادته. بدأ هذا الاتجاه تقريبا مع سقراط وبشكل أظهر مع تلميذه أفلاطون اللي مثله بما سماه عالم المثل. فمثلا بيقول لك أفلاطون أنه نحن عرفنا البرتقالة لأنه في عالم تاني علوي معرفي اسمه عالم المثل عرفنا فيه البرتقالة الحقيقية واللي بين ايدينا هي نسخة عنا. وتطورت افكار العقلانية حتى ظهرت بشكل مذهب بالقرن 17 مع ديكارت اللي قسم الافكار لثلاثة: افكار غامضة وهي اللي مستمدة من حواسنا مثل الالوان وطعم البرتقالة بيعتبر انه ما لها قيمة لانه بتجي من الحواس اللي تخدعنا، وافكار مختلقة وهي الاشياء اللي بتصنع مخيلتنا وما بيكون لها وجود خارجي مثل البرتقالة بشكل موزي مثلا، وايضا هي ما لها قيمة، وافكار فطرية وهي الافكار البديهية اللي بتكون موجودة بالعقل بالاساس من صنع الاله وهي هي اساس المعرفة عنده. هذا بالنسبة للمذهب العقلي. اما بالنسبة بالنسبة للمذهب الحسي على عكس العقلي، فبيشوف انه التجربة الحسية هي مصدرنا الوحيد لكل الحقائق، وبالتالي بيقول لك هذا المذهب: ما تقول لي عقل، ما تقول لي منطق، ما تقول لي فطرة، مدري ايش، هذا كله حكي فاضي، اي شيء غير محسوس ببساطة هو ليس بمعرفة. ومن مؤسسي هذا المذهب ارسطو تلميذ افلاطون، ولكنه على غرار سابقه ظهر كمذهب فلسفي تحت اسم المذهب التجريبي بالقرن 18 على ايدين جون لوك وديفيد هيوم، ردا على ديكارت اللي سخف المعرفة من خلال الحواس. اما ليش تجريبي؟ فلانه ما بيؤمن غير بالاشياء اللي ممكن تجربها واختبار وجودها بنفسك، والعقل بالنسبة لهم هو عبارة عن صفحة بيضاء بتمليها التجارب بعد الولادة. فمثلا بيقول لك لوك: جرب قول لواحد بحياته ما شاف برتقانة وصف لي البرتقانة، ما رح يحسن، وبالتالي اي معرفة غير مدركة بحواسنا هي غير ممكنة. وطبعا بتوقع واضح عندك انه هذا المذهب هو المسيطر تقريبا على البحث العلمي والفلسفي الى اليوم، بالاخص مع ظهور الوضعية المنطقية بالقرن العشرين. وقبل ما اتابع معك بالمذهب الثالث لازم احكي لك عن شخص جمع هدول المذهبين وعمل خليط معرفي جديد. شاف الفيلسوف الالماني ايمانويل كانت اللي عاش بالقرن 18 هي الحالة من الصراع بين المذهبين، فكتب نقد حول المذهبين وخرج بمذهب بيجمع بين الامرين الحس او التجربة والعقل بحسب مكملين لبعضهم. مثلا بمثال برتقاني بيقول لك كانت: اذا شفنا برتقاله فالحس رح يحدد لنا لونه وطعمه وشكله، ولكن المعارف الاوليه الموجوده بالعقل رح تنظم هاي المعرفه وتكون منها معرفه عامه وافكار مجرده عن الفاكهه واللذه والشبع مثلا. المذهب الثالث هو المذهب الحدسي اللي مثل ما حكينا بيعتبر الغريزه او الحدس مصدر المعرفه، وهذا المذهب انتشر مع انتشار التصوف المذاهب الروحانيه الغنوصيه حتى، لذلك يسمى ايضا المذهب الصوفي. وبالتاريخ الاسلامي اخذ هذا المذهب خطين، اول واحد مثله محي الدين بن عربي صاحب الفتوحات المكيه اللي بيشوف انه المعرفه والعرفان يقدح في النفس كاست
اصطفاء إلهي بدون بذل جهد. والثاني بمثل الغزالي اللي بيشوف أنه المعرفة ما بتجي إلا عن طريق تفريغ القلب عن رغبة بالدنيا، مجاهدة النفس لتهيئتها للكشف والإلهام الإلهي. وقد تظن أنه هذا المذهب اندثر بالعصر الحديث، ولكن خليني أفاجئك أنه أبدا، لأنه هذا المذهب ما ظهر كمذهب معرفي له فلسفته بنظرية المعرفة إلا بالقرن العشرين مع الفيلسوف الفرنسي هنري بيركسون، اللي أجا بعصر طغت فيه النزعة المادية التجريبية على التفكير والفعل الإنساني، وزلت كل الغيب الميتافيزيقي وحتى البحث الفلسفي ككل. فظهر بيركسون بنظريته اللي بتقول أنه مصادر المعرفة بتنقسم لقسمين، قسم بيمشي عليه العلم معتمد على العقل والتجربة مع بعض، وهذا طريق المعرفة المادية التجريبية بظاهر الأشياء. أما القسم الثاني فهو بيعتمد على الحدس لكشف عن باطن وحقائق الأشياء، فلا يمكن الوصول للمطلق أو طبيعة الحياة أو بالمختصر الأسئلة الفلسفية الكبرى عن الحياة والوجود من خلال التجربة المادية. والوحيد القادر على إمدادنا بالمعرفة حول هاي الأشياء هو الحدس. اللي ميز ابن تيمية أنه عمل تقسيمة جديدة مختلفة عن هاي التقسيمات جميعها، بالرغم من أنها كانت منتشرة بالتراث الإسلامي، ولكن التنظير لها بالشكل التالي كان عمل ابن تيمية الأهم بكتابه درء تعارض العقل والنقل. تذكر كلام ابن تيمية عن أنه طرق المعرفة متنوعة، شيء شبيه بكلام كانت، أيت فكرة كانت عن عمل الحس والعقل معا، وضرب لهذا الشيء أمثلة من القرآن والسنة. طبعا تأييد مجازي لأنه ابن تيمية عاش قبل كانت بخمس قرون تقريبا، ولكن ابن تيمية تميز بشيء تاني وفصل المسألة على الشكل التالي. بداية الحس، بقسم ابن تيمية المعرفة الحسية لقسمين، حواس ظاهرة وهي المعرفة عن طريق الحواس الخمسة، الرؤية واللمس والشم إلى آخره، وحواس باطنة واللي من خلالها بتحسن التعرف على اللذة والألم والحب والبغض، يعني بالمختصر الشعور. وبيستدل بآية والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، وبالتالي بينفي المعرفة العقلية اللي بتجي قبل التجربة. ولكن الفارق أنه الحس مجرد أداة بيوصل للمعطيات الحسية اللي بيقوم العقل بترجمتها لمعلومات ومعرفة، وبيعتبر سلامة الحواس شرط لتمام المعرفة. لذلك مثلا الضرير ما بيحسن التعرف على الألوان مثلا، وبالتالي كلا الطرفين محتاج لبعض، العقل بحاجة للحواس لقراءة الأشياء، والحس بحاجة للعقل لترجمته هي القراءة لمعرفة. وطبعا من هاي العملية بتكون عند الإنسان المعارف العقلية البديهية اللي ما ممكن يتصور العقل خلافها. فمثلا ممكن نتخيل نملة عم ترفع جبل، وإن كان مستحيل بس ممكن تصوره صحيح، بس ما ممكن نتخيل جبل أصغر من الغابة وأكبر منها بنفس الوقت. بقسم ابن تيمية الواقع المدرك لقسمين، عالم الشهادة هو العالم اللي عم نعيشه، وعالم الغيب اللي هو الحياة في الآخرة، وهذا الشيء ممكن الإحساس فيه ولكن فقط بعد الموت أو الأشخاص اللي اختصهم الخالق بهذا الأمر. وهي إشارة منه للمذهب الحدسي أو الصوفي، واللي بالحقيقة كان مؤمن بوجوده أساسا، ولكنه ما اعتبره مصدر مستقل بذاته المعرفة، وإنما يمكن اعتباره مصدر استثنائي يستأنس فيه بحالات معينة معتمدة على المصدرين الأولين. وبالإضافة لمصادر الحس والحدس لمعرفة عالم الغيب، بيقولوا أن العقل أيضا يعتبر مصدر لإدراك عالم الغيب، بالأخص أن المذهب الحسي والمذهب النقدي الكانطي نفوا إثبات هذا العالم من خلال العقل، ولكن بيقول أنه بيظل دور العقل محدود وبيحتاج لمصدر مطلق فوقه يخبره خبر صادق عن الأمور الغيبية والدينية. وهون بيكمن السر بنظرية المعرفة عند المسلمين، إنها بتتميز بمصدر متميز عن الحس والعقل، حتى مصدر أعلى منه وأخباره لا تقبل الشك، اللي هو الخبر أو الوحي. وهي النقطة هي اللي دعت ابن تيمية لتأليف موسوعته، اللي مثل ما هو واضح من اسمه بتحاول تبين أنه ما في تعارض بين العقل والنقل، ردا على فخر الدين الرازي اللي افترض وجود تعارض بين الأمرين وضرورة تقديم العقل بهي الحالة لأنه هو اللي ضابط لفهمنا للنص. للعكس، بيجادل ابن تيمية الرازي حول هذا الموضوع ببداية الموسوعة بشكل مطول، وبيبين بداية أنه الخبر أو الوحي هو مصدر متعلق بشكل مباشر بالحس والعقل وغير منفصل عنهم، ولكن بيتميز بإخباره عن أمور ما بتقدر الحس والعقل على إدراكها، مثل الأمور الغيبية المحضة، مثل الحديث عن الحياة الآخرة، لأنه بعض الغيب قابل للإثبات عقلا، مثل وجود الله وحدانيته وصدق الرسل وصدق الكتب السماوية اللي كلها بتحتاج أدلة عقلية لإثباتها، وللقرآن مليء فيها، خلاف الحديث عن الغيب هي غير قابلة للإثبات عقلا. وبهالحالة بيظهر السؤال، شو منحسن إثبات صدق هاي الأخبار؟ بيقول لك ابن تيمية أنه النقاش بهيك حالة ما رح يكون حول هاي الأخبار، وإنما حول إيمانك بالمصدر تبعها، يعني القرآن والسنة. لازم تكون مؤمن بأنه الرسول هو حقا رسول، والوحي اللي أنزل عليه صادق من خلال الأدلة العقلية اللي أجا فيها الإثبات نبوته، وهذاك الوقت بتسلم بأنه المصادر اللي أجا فيها يقينية من مصادر المعرفة، وهيك بتآمن بالأخبار اللي فيها. وإلى جانب هذا الشيء بيقول لك أنه في وظيفة تانية لمصدر الخبر أو الوحي، أنه هو مصدر تشريعي وأخلاقي علوي بيحكم بالأمور اللي بيختلف الناس بتقدير عدالتها أو صحتها من خطأ، وما بتصل فيها لنتيجة نهائية، وبيغلبن الطابع البشري والأناني عليها مثل معظم الأمور الأخلاقية والقانونية. ولكن بيبقى سؤال الرازي قائم، ماذا لو تعارض العقل مع النقل؟ هل نقدم العقل مثلا مثل ما قال؟ بيقول لك ابن تيمية أنه أساسا العقل يستحيل أنه يتعارض مع النقل. أولا لازم تعرف إذا كان الأمرين قطعيين من ناحية الدلالة والثبوت، لأنه غالبا بيكون الخلل والتوهم بالتعارض نابع من هاي المشكلة. فإذا كان واحد قطعي مثلا آية واضحة المعنى، والثاني ظني مثلا حكم عقلي بيغلب على ظننا أنه صحيح بس ما أنا متأكدين، يعني قد يكون غير صحيح، فبهالحالة منقدم النقل على العقل بدون ما يحدث تعارض. أو العكس، مثلا حكم عقلي قطعي واضح مقابل حديث نبوي ظني الثبوت مو مقطوع بثبوته على النبي صلى الله عليه وسلم، فبهالحالة منقدم العقلي على الظني وبيزول الإشكال. يعني بالمختصر في عنا قطعي عقلي وظني عقلي وقطعي نقلي وظني نقلي، وبحسبة رياضية بيظهر عنا 16 حالة للجمع بينهم، فهي الحالات بتجعلنا أمام ترجيح صحيح دون الحاجة للقول بالتعارض اللي هو مو موجود أساسا. بالإضافة إنه الأنبياء بتأتي بما يسميه ابن تيمية بمحارات العقول، يعني شيء بيحار العقل بفهمه ولكنه قادر على تصوره وفهمه، مثل نبع
الماء من بين الأصابع مثلا، قادرين إننا نتصوره، ولكنهم ما بيجوا بمحالات العقول، يعني أشياء غير قابل العقل أصلا على فهمها، مثل ماء بتحرق ونار بتروي مثلا. وهيك بيضع ابن تيمية نظرية متكاملة في الأبستمولوجيا بتقوم على التوفيق بين ثلاث مصادر: الخبر، العقل، الحس. متفق مع العقل وما بتخالف النقل بالوقت نفسه. لا تنسوا إلقاء نظرة على المصادر والاشتراك في القناة. نلقاكم بخير.